غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجهاً إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية للمشاركة في مؤتمر حوار بيترسبرغ للمناخ، وفي إطار استضافة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ COP27. ولدى وصول سيادته إلى العاصمة الألمانية برلين، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة في ألمانيا وأعضاء السفارة المصرية في برلين. تأتي الزيارة لتعزيز الشراكة الألمانية المصرية، كما تعكس الاهتمام المشترك لكلا البلدين بتعميق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.